السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبعين قناة سلمى براني أوفيسيال. إخواني أخواتي، في فيديو جديد، أخبار جديدة. خوتي غادي تبقاو ما تزبيوش الفيديو، حتى غادي تسمعوا الإخوان كيفاش حتى اعترف هاد الشخص مسكين اللي كيبكي بحرقة وكيقول كيفاش حتى حاول باش ينقذ نورة، ولكن للأسف ما قدرش يدير حتى شي حاجة. خليكم ما تزبيوش وغتسمعوا كل شي بوتنيكم. أنا خليكم مع هاد الشاب هذا اللي بغى يعاود كيفاش حتى توفات نورا وكيفاش حتى مسكينة. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يصبر الأم ديالها والأب ديالها، مشات صغيرة، ولكن الموت ما كيعرف لا الصغير لا الكبير لا مريض لا صحيح. الأعمار في يد الله، وكل واحد مقدر له الله كيفاش يموت وفوقاش يموت. فالله يدينا في الضوء، الله يعطينا موتة مستورة، هذا ما نطلبه. الله يجعل حسن الخاتمة. خوتي خليكم تسمعوا، ولكن كل التفاصيل ما تنسوش دعواتكم بالرحمة لهاد الشابة، الله يرحمها والله يوسع عليها دائقة القبور عفوا، والله يصبر عليها الأم والأب ديالها. خليكم سمعوا ونرجع لنا معكم. دري مسكينة الله يرحمها، مورا الدراري سارها قفينا الحال بزاف، ما بلا نوال، وحيت انا هذيك اللقطه شفتها قدام عيني الدريه، حليت لها فمها، كان حليت لها السنان باش نشوف شي لاباراي واش صارت شي حاجه وباش تنفس. ومداري كانوا معايا ولا اللي كانوا تماك في ديك اللقطه راه شاف، بحكم انا كدوز متر ناجور كتعرف شويه في داكشي ديال الهضره. المهم ما بقاش بغيت تخرج الاخوان، المهم هذا ما كان، الله يرحمه الله يرحمه. كيفاش طالع الزحام وبنادم كان باغي يدخل، والبوليس هو دار داكشي ديالو بدا كيرش في الماء، والعذاب العذاب. المهم الله يرحمه الاخوان. والنقطه الثانيه، الله ياخذ فيكم الحق، الله ياخذ فيكم الحق اللعابه كاملين. بنتي اللي بقات فيا فرقت، ضحات من اجل هاد الفرقه ديال الورد.